أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله غسان تيسير قويدر، إمام مسجد استقلال أندونيسيا، العمر 32 عام. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعب أندونيسيا المعطاء الطيب بمناسبة ذكرى عيد استقلال أندونيسيا، وبهذه المناسبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامكم جميعها خير وبركة، كما ولا ننسى أن نشكركم على عطائكم الذي ما زال مستمرا لأهل فلسطين، فأنتم أهل البذل والعطاء، ولا تنسون قضية فلسطين، فنشكركم شكرا جزيلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على الشعب الأندونيسي والأمة الإسلامية جميعا، وبارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم مشرف التحفيظ في مسجد استقلال أندونيسيا، أهنئ الشعب الأندونيسي الكبير في هذا اليوم المبارك في مناسبة استقلال دولة أندونيسيا الكبيرة المباركة، وكما نحن في هذا الشعب الفلسطيني نهنئها ونقول لها كل عام وأنت بخير، ورفع الله مقامك في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل كما تحررت أندونيسيا من الاحتلال أن يحرر فلسطين من الاحتلال، وأن تستقل كما استقلت دولة أندونيسيا في هذا اليوم المبارك. وكل عام وأنتم بخير، كل عام والشعب الأندونيسي بخير. أخوكم في الله محمد حسين محمود الغلبان، أبلغ من العمر 35 عاما، أعمل خطيب في أوقاف فلسطين وأحد رواد هذا المسجد. قدم التهنئة الحارة دولة استقلال أندونيسيا بمناسبة استقلال دولتهم العميقة والعريقة، وهذا الاستقلال العظيم لهذه الدولة العظيمة، كما نقدم بالشكر الجزيل لهذه الدولة على بذلهم المعطاء والكثير لفلسطين، وخاصة قطاع غزة، من المساجد والمدارس والطعام والشراب، وأسأل الله أن يقيمهم وأن يمد عليهم الخير الكثير فعلهم هذا. كما أطلب من أبناء أندونيسيا الدعاء لفلسطين وشعب فلسطين حتى يتحرروا من حتى يحرروا أوطانهم من جنس اليهودي ورئيس اليهودي، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.